بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشيد أحباش وتاجر وخبير الأحجار الكريمة وخبير الألماس الخام أو تاجر الألماس الخام في سيراني. إذا الآن يقول لك ريتشارد تامبرل، سندخل للجزء الثالث في الكتاب وهو تعلم الاحتفاظ بثروتك. القاعدة 80 يقول اشتري الأشياء القيمة، وهنا يقول أنه تعلم حكمة وهي تقول الغالي ثمنه فيه، الغالي ثمنه فيه. أنت إذا اشتريت شيء قيم فإنه يحافظ على قيمته، متى أردت استرداد المال فتسترده، وإذا ورث أبناؤك ذلك الشيء فإنهم يرثون قيمة المال أو أكثر. سأعطيكم هنا مثال بسيط جدا، الأتات. كلنا يستعمل الأتات المنزلي. أنت حينما تشتري أتات منزلي فأكيد أن هذا الأتات بعد مدة يفقد قيمته وربما يصبح خردة. لكن إذا كنت عشاقا دواقا للتحف واشتريت آتات يعود مثلا القرن 17 أو 16 أو العصور القديمة وتشتري كتحفة وأتات في الوقت نفسه، فإن هذا الأتات يكون إرث وذو قيمة كبيرة وفي نفس الوقت تستعمله في حياتك. ثم أنه أنا من حياتي الشخصية كنت أشتري أشياء رخيصة في كل شيء، فاكتشفت بعد مدة أن هذا الشيء الرخيص الذي تشتريه مثلا حذاء شهرين ثلاث أشهر ثم يفسد، تشتري حذاء آخر. لو اشتريت حذاء ولو بثمن غالي مرتفع ولكن ماركة جيدة فإنك تستمر به، يعني تستعمله طول حياتك وقد تستغني عنه ولكنه لا يموت. إذن هذا هو المقصود بالغالي ثمنه فيه. هذا كل شيء. لا تنسوا الضغط على اللايك والسبسكرايب، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم.